السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في قناة مدرسة نجاح. أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نختمو الدرس الثاني، الجمع والطرح في نطاق الأعداد من 0 إلى 999. متفقين؟ صفحة رقم 14. نبدأ على بركة الله. لنبحث جميعا. شارك عادل والباتول في المباراة لسحب الكرة الملونة. نلاحظ الجدول ثم نحسب مجموع وفرق النقط التي حصل عليها كل متبارك ونحدد الفائز. نعود نقرأ السؤال. قالوا لنا غنلاحظوا الجدول، ها الجدول، ثم نحسب مجموع وفرق النقط التي حصل عليها كل متبارك، يعني المجموع هو الجمع والفرق هو الناقص. غادي نجمعوا هاد النقاط هادو بجوج، ومن بعد غادي نديروا الفرق ديالهم، غنديروا الناقص، نجمعوا عاوتاني كذلك هاد النقاط ونديروا الناقص ونشوفوا شكون هو الفائز. متفقين؟ بالنسبه للعادل غنديروا العمليه ديال العادل. عنده 150 زائد 125، ديما الواحدات تحت الواحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. 0 زائد 5 اللي هو 5، 5 زائد 2 7، 1 زائد 1 2. اذا عادل عنده 275. نشوفوا دابا الباتول. باتول عندها 125 زائد 175، 5 زائد 5 اللي هي 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. 7 زائد 2 9 زائد 1 اللي هي 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 1 3، باتول عندها 300. متفقين؟ دابا درنا المجموع، دابا غنديرو الفرق. الفرق ديالهم بجوج. الفرق ديال عادل اللي هو 150 ناقص 125. 0 ناقص 5 لا يمكن، إذن نستلف ونرد السلف. من تيكون عندنا عدد صغير نقسم منه عدد كبير تنستلف ونرد السلف. يعني شحال عندنا هنا؟ 10، 10 ناقص 5 اللي هي 5، 5 ناقص 2 وزناها واحد ديال السلف اللي هي 3، اذا 5 ناقص 3 هتعطينا 2، 1 ناقص 1 اللي هي 0. نمشيو دابا الباتول، عندها 175 ناقص 125. ديما كنديرو في الناقص، كنديرو العدد الكبير كنقسمو العدد الكبير العدد الصغير، عفوا الناقص هنا. 5 ناقص 5 0، 7 ناقص 2 غادي تعطينا 5، 1 ناقص 1 0. اذا باتول عندها 50 وعادل عنده 25، إذا شكون هو الفائز؟ باتول في الجمع خرج لنا 300، في الناقص خرج لنا 50، إذا بجوج كبار، وهو عادل خرج لنا 275، 25، إذا باتول هي الفائزة، حيت هي عندها العدد الأكبر، الفائز هو الباتول. متفقين؟ سؤال الحصة الثانية، أفهم وأطبق. Je pose et j'effectue. هنا عطينا جوج اعداد، عطينا جمع وعطينا طرح. الفرق، عفوا الفرق، الجمع غادي نجمعوا هاد جوج اعداد وغادي نحطوهم في الجدول، الجدول ديال الوحدات والعشرات والمئات. غنجمعوا هاد العمليات، نختموا العملية. 346 زائد 273. ديما قلنا كنحطوا الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. ها هي العملية. 6 زائد 3 اللي هي 9، 7 زائد 4 اللي هي 11، نكتب واحد ونحتفظ بالواحد. 3 زائد 2 5 زائد 1 اللي هي 6، اذا المجموع هو 619. غادي نجيو نكتبوها هنا، 619 عندنا 6 مئات
واحد عشرات وتسعة وحدات، متفقين؟ 987 ناقص 154 987 ناقص 134 سبعة إلى نقصنا منها أربعة شو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا ثلاثة. ثمانية إلى نقصنا منها ثلاثة غتعطينا خمسة. تسعة إلى نقصنا منها واحد غتعطينا ثمانية. إذا المجموع هو 853. هذا رقم المئات، وهذا رقم العشرات، وهذا رقم الوحدات. إذا جينا نشرحوهم أكثر، 853 كنقولو 800، إذا 800 50 علاش؟ حيت عشرات 50 وثلاثة وحدات، متفقين؟ غادي نجي نكتبوها هنا في الكود. عندنا قلنا 800 خمسة عشرات وثلاثة وحدات. سؤال رقم 2، أكتشف أقرب مئات إلى كل حد ثم أضع وأنجز كما في المثال. هنا عطاونا مثال 459 زائد 97 تساوي 600. عفوا قريت غير العدد الفوقاني. 489 زادوها باش تولي عندنا، باش يولي عندنا المئات، متفقين؟ ولي عندنا الاصفار. اذا شنو هو العدد اللي تابع 459؟ تابع 500. شنو العدد اللي تابع 97؟ تابع 100. الا جمعناهم جوج غتعطينا 600. من بعد درنا عمليه ديال الجمع، درنا 489 زدنا عليها 97 خرج لنا 586. كذلك غنديروا هنايا 396. شنو العدد اللي يتبعها؟ هو 400. 200 هو واحد، شنو تابعها؟ تابعها 300، متفقين؟ 400 زائد 300 اللي هي 600، متفقين؟ غنديروا دابا هاد العدد زائد هاد العدد، 396 396 ياك زائد 201 201 6 زائد 1 7 9 زائد لا شيء 9 3 زائد 2 اللي هي 5. اذا المجموع هو 597. مرة دابا السؤال رقم 3، je colorie le chiffre des unités de chaque somme. متفقين؟ شنو نقصدو بيونيتي؟ هنا راه شرحت لكم في الفيديو السابق، يونيتي هنا شنو هي؟ هي رقم الوحدات، متفقين؟ رقم الوحدات. قالوا لنا غادي نجمعوا هاد المجموع، هاد العددين نجمعوهم ياك، ونشوفوا رقم الوحدات ديالهم، ونشوفوا فينا هو واش 4 ولا 5 ولا 9، والستة واش 4 واش 2، متفقين؟ نجمعوا دابا هاد العدد 105 زائد 354. قلنا 105 زائد 354. 5 زائد 4 9، 0 زائد 5 5، 1 زائد 3 اللي هي 4. إذن عدد الوحدات هو 9، هذا الوحدات، وهذا العشرات، وهذا المئات. حنا ما كيهمناش المئات والعشرات، حنا اللي كيهمنا هو رقم الوحدات. إذا رقم الوحدات هو 9، ها هو 9، رقم الوحدات قلنا هو 9، متفقين؟ العملية الثانية 712 ياك زائد 164 164 2 زائد 4 6 6 زائد 1 7 7 زائد 1 8. إذن رقم الوحدات هو 6، هاو شو رقم 6، متفقين؟ دابا ندوزو للسؤال رقم 4، هو نفس السؤال غير هنا عندنا عملية ناقص.
ولون بطاقة رقمي وحداتي الفرق. هنا غادي نديرو عملية ناقص ونشوفو رقم وحدات كذلك نفس الحاجة فين هو فين كاين فهادو متفقين. هنا عندنا أول عملية اللي هي 901 ناقص 231 نكتبوها هنا تعالوا نخرجوا العملية 901 ناقص 231 واحد ناقص واحد هي صفر صفر ناقص ثلاثة لا يمكن مكشي نقصو صفر من ثلاثة سنستلف ونرد السلف عشرة ناقص ثلاثة غتبقى لينا سبعة تسعة ناقص ثلاثة غتبقى لينا ستة إذا المجموع هو 670 عدد الوحدات هو صفر. شوفوا واش هذا الجواب ديالنا صحيح الجواب ديالنا صحيح بطبيعة الحال ها هو ستة عفوا صفر. شوفوا دابا العملية الثانية عندنا 418 ناقص 306 هذه العملية ديالنا 8 إلى نقصنا منها 6 غتبقى لينا 2 4 ناقص 1 عفوا 1 ناقص 4 1 ناقص 0 هي 1 4 ناقص 3 1 إذا عدد الوحدات هو 2 الخارج هو 112 إذا عدد الوحدات قلنا هو 2 شوفوا صحيح بطبيعة الحال ها هي رقم 2 متفقين. هنا كتكون سالة الحصة ديال اليوم نتمنى نكون فهمتكم نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي خرجنا اليوم ديال الجمع والطرح. ما تنساوش دعموني بلايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله. مع السلامه.